موضوع كنت طيب المرة فتح حطينا الأعمدة وحطينا الحوائط وحطينا الفاونديشن. المرة فتح حطينا الفاونديشن حطينا الكولوم والحوائط والفاونديشن، ودلوقتي بقى عايزين نحط الفلور. الفلور في كذا نوع من انواع الفلور، وفي كذا ارتفاع، فلازم ندخل اللوحه بتاعت الفلور ونبدا نفهمها. طيب انا عندي الجراوند هنا موجود فيه اللوحه ديت، فانا هعمل منه دوبليكيت. دوبليكيت فيو، عملت دوبليكيت من الجراوند عشان ادخل اللوحه بتاعت الفلور واخد منها المعلومات. اقول له انسرت لينك كات، المفروض ناخدها من انهي لوحه؟ السيلينج. شو هندسه هناخدها من السيلينج جراوند، جراوند بيم. مفيش لوحه اسمها جراوند بيم. هي اهي لقيت. طيب المهم ان انا اكون معلم على كرنت فيو اونلي. طيب في حد لسه مش معانا؟ ايوه الجراوند هعمل منه دوبليكيت عشان ابدا اخد المعلومات بتاعت البيم. نعم في انتظار. نعم لا انت داخل على اللي فات، احنا عايزين ان احنا ندخل منه كل مره. ايوه اعملوا منه دوبليكيت عشان نجيب واحد لوحه جديده. الفوتنج على الجراوند؟ لا الفوتنج المفروض على على الفاونديشن. طيب وبعد كده انا عملت دوبليكيت، وبعد كده دخلت قلت له اعمل لي لينك كات مع اللوحه اللي اسمها جراوند بيم، وقلت له اوبن. كالعاده راحت في مكان بعيد، اقول له انبن وانقلها بحيث تبقى زي الجريد بالظبط. طيب هنرسم البيم الاول. طيب البيم يا باشمهندس على الجراوند ولا في سقف الجراوند؟ أرضية الجراوند. طيب هنبدأ نرسم البيم دوت. أوكي؟ طيب هاجي هنا أقول له إن أنا عايز استراكشر، أي حاجة استراكشر هنلاقيها في استراكشر، ما فيهاش لخبطة يعني. أقول له بيم. تمام؟ وأبدأ أقول له أنا هرسم على أنهي ليفل؟ مهم قوي لأن ساعات كتير أرسم ولا نفسي برسم في ليفل تاني خالص. تمام؟ إحنا عملنا إيه تاني؟ كل اللي إحنا عملناه، فتحنا اللوحة، اخترت الجراوند، عملت منها دوبليكيت تمام من غير ديتيلنج اول واحده، وبعد كده قلت له اعمل انسيرت لينك كاد، واخترت اللي هي الجراوند بيم. طيب بعد كده هقول له انا عايز استراكشر واقول له بيم. تمام. طيب هلاقي ان انا ممكن ارسم البيم على طول، ارسمه خطوط عاديه اهي بالشكل دوت. طيب بليسمنت فين؟ هرسمه فين؟ في الجراوند. ممكن اختار ان انا ارسم في الفيرس او في مكان. طيب عايزين نتاكد برضو اني نوع من البيم اللي هيترسم، هو عامل لي النوع دوت؟ لا انا عايز اللي هو كونكريت. طيب الكونكريت. نعم في مشكله؟ ايوه علم عليها وقول له انبن واسحبيها وحطيها عند البليل انبن. طيب هنا هقول له ايه؟ ان انا عايز اغير المقاس دوت. هقول له ايديت تايب وابدا اكتب الاسم فوق، اقول له دوبليكيت واقول له اكتب لي الاسم جي بي 4 4، وخلي ده 20 في 60، 20 سم في 60 سم، صح بالسم.
بالسنتي المقاس اللي انت كاتباه. ايوه اكيد مش بالمللي يعني. طيب اهو، وبعد كده هكتب بقى المقاس هنا، بيقول لي ايه الارتفاع، الارتفاع اللي هو 60 خلاها 600 وهنا 200. طيب واقول له ايه اوكي، وهبدا ارسم من العمود ده للعمود ده. تمام. طيب في عمود تاني جي بي 4، ما عندكش عمود، ما عندكش كامر، خلاص قولي له لود فاميلي. طيب ولازم تختار استراكشر، يعني اي حاجه لازم تروح للاستراكشر، تكتب حرف الاس وتنزلي وتقول له انا عايز استراكشر، استراكشر فريمينج، هو انا مسميها استراكشر فريمينج كونكريت، وتختار بقى اي واحده من دول. طيب عشان احدد اعرف اللي انا رسمته من اللي ما رسمتوش، هاجي هنا واقول له شيدد، فيبدا يعمل لي علامه على الحاجه اللي اتعملت. طيب هنا عندي عايز اعمل جي بي 3، هقول له ايديت واقول له دوبليكيت، وده جي بي 3 20 في 60. طب لو هو 20 في 60 ليه عاملين واحده ثانيه؟ نعم ماشي ماشي، ما انا عامل حسابك خلاص انا مالي. طيب طيب هي 20 في 60 خلاص. طيب وهنا برضو 20 في 60 اهي. طيب ممكن وانا برسم اقول له ايه تاج اون بليسمنت، يعني وانت بترسم اكتب لي المقاس. ابدا ارسم من هنا بالشكل دوت، فيبدا يكتب لي المقاس. طبعا لو غيرت هنا خليتها مثلا 1 ل 50 هيبدا ماسك كتابه يظهر. طيب انا بمشي من العمود للعمود. هو بيظبطها تمام. طيب عندي هنا مثلا ده 20 في 40، فاقول له دي جي بي 1 20 في 40. اوكي طيب كده كل ما اقول له بيم ابدا اشوف ايه الحاجه اللي انا عايزها، يعني انا عايز مثلا جي بي ايه تاني، جي بي مثلا 1 هنا، فاقول له هنا جي بي 1 واروح بقى ارسمها من هنا لهنا. هنا جي بي 5، ما عنديش الجي بي 5 فاعملها، هما تقريبا انواع قليله يعني 5 6 فهيخلص بسرعه. جي بي 5 جي بي 5 كام؟ 20 في 70. من فين لفين؟ المفروض بقى من هنا لهنا. لحد العمود دوت. طيب وهنا جي بي 3، هاجي هنا اختار بقى جي بي 3 وابدا اعملها. طيب اللوحه دي فيها الفلور اهوت تيبيكال سلاب اون فيل 12 سنتي، والمسح 12 سنتي على دفين. على ايه؟ دفين سلاب دفين تحت الارض. طيب 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 انا اعمل اهو فلور، هقول له فلور استراكشر، فلور استراكشر. وهبدأ أرسمه. كل دول؟ كل ده هنسيب واحد ما عدا بس عندي اللوحة كلها؟ اللوحة كلها هنسيب واحد ما عدا بس من ناحية السرير. طيب يعني أنا هاخد المشروع كله مرة واحدة. ماشي يا باشمهندس. طيب هنعمل له استثناء حمام السباحة. لحد هنا كده؟
الاثنين دول مطروحين؟ كده؟ نجيب بيت سلم لحد هنا. يعني همشي كده 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 بالظبط. ماشي حاضر. نطلع بقى هنا. طيب ده اللي احنا قلنا السمك بتاعه 12 سم. طيب هاجي هنا اشوف اذا كان في هنا 12 سم. تاني مفيش. طيب اقول له ادي الطيب دبل كيت عشان ما الغش اللي فات، واقول له خلي ده 120. اوكي. طيب هنا اقول له ده 120. كده الفلور اتعمل 120، بس في نقطة برضو الارتفاع لازم نظبطها. هيبقى قد ايه من الجراوند؟ هينزل قد ايه من الجراوند؟ هو على 50 50 من الجراوند؟ طيب 50. طيب هقول له 50. طيب هقول له اوكي. بيقول لي عايز تعمل اتش للحوايط، هقول له لا دون تاتش. طيب خلينا نتاكد برضو من الارتفاع، اقول له انوتيشن واروح قايل له اثبوت الفيشن. تمام. بيقول لي ان دي 650، معنى كده ان في حاجه غلط. المفروض ننزل قد ايه؟ طيب نخليها 15، اخليها 50. طيب انا خليتها منصوبه 50 اهو. طيب خلينا نشوفها في 3 دي اهوت. طيب خلينا نشوفها نشوفها في الاليفيشن ممكن تبقى اوضح اهي. هي كده دي اي من الجراوند 550، اوطى من الجراوند 550. اه 500. طيب يعني كده تمام. طيب فين بقى الهولي بلوك؟ هي 10 سم من الجراوند. ايوه يعني 10 سم من الجراوند. اطلع من الجراوند؟ تنزل من الجراوند 10 سم. تمام خلاص كده 100. تمام. طيب في برضه حاجه في ال، طبعا احنا شفنا الفلور في المعماري، في الانشائي في اختلاف بسيط اللي هو ايه؟ خلينا ندخل في ايديت. طيب ايديت تمام، واقول له بريفيو ماشي انسيرت. بلاقي عندي هنا في حاجه نازله لي جديده مش موجودة، موجوده قبل كده استراكشر ديك اللي هي بالشكل دوت. تمام. دي مش موجوده في الفلور المعماري، موجوده في الانشائي بس. تمام. طب وبيقول لي بقى البروفايل اللي انت عايزه، ممكن يبقى تلاقي اشكال كتيره تبدا تاخدها خاصه بالاستراكشر ديك، القاعده بتاعت ال 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 الفلور استراكشر فلور. وهنا بيقول لي بقى الحاجه اللي انت ترسمها لتحت دي الاستراكشر ديك هتبقى جزء من اللي فوق ولا لا، لان هو لاحظ هنا مديها زيرو. تمام. ممكن اقول لا ستاندرد ديك هتبقى بالشكل دوت او باوند فيطرح من الجزء اللي فوق. تمام. دي خاصيه مش موجوده في الفلور المعماري، موجوده في الانشائي بس. تمام. طيب فين ال سقف الارض؟ يعني هنخش في الفيرست. طيب في حاجه معينه كده في الفلور اسمها هولي بلوك. هولي بلوك هقول له انسيرت، واقول له ان انا عايز اعمل لينك كاد
الفيرست مع السيلينج اوف جراوند، مظبوط؟ اوكي. طب اعمل سيلكت على دوت واقول له امبن وابدا اعمل له موف من النقطه دي للنقطه دي. طيب عشان نرسمها مظبوط تمام، فاحنا محتاجين اول حاجه نعمل الكاميرات، ماشي؟ فانا اقول له ان انا عايز ارسم الكاميرا ديت ب 3، اعتقد دي ما عملناش قبل كده، فاقول له ايديت واقول له ان انا عايز اعمل دوبليكيت واعمل ب 3. عشرين سبعين. أنا عملت فيرست، دخلت في فيرست. الفيرست اللي ظهر عندك في الصفحة؟ طيب هرسم اللي هو الكاميرا ديت تمام. طيب وبرضه ممكن اجي هنا واقول له شدد وبي 2 20 في 5 طبعا في 58 وفي 70. رسمنا الكاميرا ديت و بي 4 بي 4 20 في 8. وهنا بي 3 عندنا بي 3 موجودة جاهزة. طيب عايزين نعمل الكاميرا الكاميرتين الرهيبة دول اتش بي 1 الكاميرا المصعبة اللي هي اتش بي 1 لا اللي هي اتش بي 2 عشرين في 85 سلاش 80. مالها؟ دي الجزء منها بتخبط مع البلاطة عشان بس مصير السطح ما تقطعش في الدرجات. تمام. وهي نصها يعني حد البلاطة 185. تمام. 79 والباقي 85. تمام. ماشي يعني ممكن نبقى نطرحها بعد كده. هنعرف ترم فيها. حاضر. يعني هنا 85. حاضر. تمام. اغيرها دلوقتي. طيب خلينا نقول له اتش بي 1 60 في 30. ودي هقول له 60 طيب نرسمها كده وديت 120 في 30 ادي الطيب دوبليكيت مئة وعشرين في 30.
بالشكل ده. اي ثواني ثواني هقول لك طيب هنبدا بقى نعمل الهولي بلوك. الهولي بلوك ده اولا عندي هنا في جزء فاضي مظبوط دي اي من هنا لهنا ومن هنا لهنا فهنعمله سوليد وبعد كده نعمل الجزء اللي جوه تمام. طيب ممكن نعمله ازاي بقى؟ ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل فلور عاديه خالص فلور ستراكشر واقول له ان انا عايز ارسم الجزء ده بلاط عاديه واطرح منه الجزء دوت من هنا لهنا تمام. يبقى انا عملت الجزء اللي بره، عملت ما دمت عملت فلور وفتحت الجزء جوه هو بيطرح منه الجزء دوت. طيب الجزء بقى اللي جوه ده هنعمله ازاي؟ نعم السيلينج مربوط بكاميرا، عايز ادخل جوه الكاميرا؟ لا بيتنفذ ازاي؟ طيب يعني ادخله جوه؟ انت عايزها مثلا يبقى كده؟ حاضر. طيب الجزء بقى ده هنرسمه ازاي؟ عندي حاجه هنا اسمها بيم سيستم، بيم سيستم تمام. بيم سيستم يعني ايه؟ يعني بديله بيم وهو يبدا يوزعهم، يعني بدل ما برسم بيم واحده واحده لا بديله بيم ويبدا هو ايه يوزعهم زي ما هو عايز. طيب خلينا نشوف دوت الباس بتاعه ده 400 والمسافه اللي بينه هنا 160. طيب بيم سيستم، بيم سيستم ممكن اقول له اوتوماتيك هو يبدا ياخد المكان، بس انا احسن حاجه اقول له ايه سكتش بيم وابدا احدد المكان اللي انا عايز اوزع فيه البيم بتاعي. ماشي واقول له اوكي، هو بدا يوزعهم على اخر حاجه احنا كنا رسمينها تمام. ده مش مظبوط اللي هو البيم اللي هو الماسك كبير دوت تمام. لا احنا عايزين ليه 400. 400 في كام؟ ايه؟ المسافه اللي بينهم قد ايه؟ 20 200 يعني. طيب هنختار بقى البيم. طيب لو عندنا حاجه هنا 400 اللي زي كده مثلا تمام ووزعهم وكتب الاسماء عليهم. طيب انا همسح كده الاسماء وابدا اشوفهم. ال ايه؟ ما عملش سبيس، ما بشوف الموضوع السبيس. فيكسد سبيس انا عاملها 200 200 200 سم. هو المفروض 200 يعني. طيب خليها 200 و400 يبقى 600. اي سبيس 400 يعني هو القمر نفسها 20 هي والبلوك نفسه 40 تمام. يعني المفروض السبيس 40 اهي تمام. عملهم دخلهم في بعض، لا هي المفروض 600. عملها بالشكل دوت. ايه؟ تمام؟ هي بعتقد بس محتاجه بس انها تترحل تبقى ايه؟ تبقى على البدايه. طيب اهو اعلم على دوت واعمل عليه سيلكت. واقول له انبن وابدا ايه احركهم.
حد لكده؟ طيب يبقى كده في مشكله، هو في ترحيل في المسافات. طيب دي كام كده؟ ده 400 مظبوط. المسافه اللي هنا هي اللي فيها مشكله، المفروض 200. هو من هنا لهنا 160، المفروض 160 مش 200. ايه؟ لا في حاجه مش مظبوطه. خلينا ناخد اللوحه دي بره نفهمها. كوبي. المسافه من هنا لهنا كام؟ دي اي من هنا لهنا، لا من هنا لهنا 160 مش 200. يبقى انا المفروض هنا يبقى انا المفروض اخلي بالي ان هم 160 مش 200. 160 يبقى المفروض 360. 360 برضه ماشي. 360 اي كده المسافه بقت مظبوطه تمام. خد ال 400 وخد ال 160، فكده المسافات بينهم مظبوطه ونقدر نرحل دوت بحيث انها تبقى ايه ماشيين مع بعض تمام. فدي طريقه رسم الهولي بلوك. ناقص بقى ان انا ارسم الفلور بتاعهم. ليهم فلور؟ نبدا نديله بقى الفلور ونديله السمك. طبعا السمك بيبقى مختلف. زي ما انت هتعملي في سور حلو تمام. طيب خلينا نبص كده عليها في السكشن، ناخد سكشن فيها هتبقى بالشكل ده. تمام هتبقى بالشكل ده تمام. ناقص بس نحط الفلور بالحجم الطبيعي بتاعها بحيث ايه تبقى مظبوطه. ممكن نقول له احنا عايزين هنا نعمل امبن ونبدا نعمل لها موف من هنا لهنا تمام. ويبقى محتاجين ان احنا بس نزود واحده كده كوبي من هنا لهنا يبقى كده مظبوطه. ويبقى كده بس ناقص لنا ان احنا نحط فلور بسمك يكون رفيع خالص حسب ما انت حضرتك تقول لنا. الفلور سمك الفلور هنا كام؟ 10. حاضر. تمام. خلينا نبص عليها كده في سيكشن تطلع معانا بشكل دوت. تمام ولا كده بشكل؟ عايزه تطرحه يعني بتاع بيبقى من فوق 16 ومن تحت نعمل لو احنا عايزين نغير في ديت. طيب خلينا في بعض الفاميلي بيسمح لي ان انا اغير وفي بعض الفاميلي ما بيسمحش، بس حتى لو ما بيسمحش ممكن احنا نعملها ما فيش اي مشكله خالص. طيب على سبيل المثال خلينا نحمل الفاميلي نشوفها لو موجوده جاهزه. اقول له بيم تمام ستراكشر بيم. هو انا بيقول لي ان انت عايز ترسم شكل
بيم هبدأ اجيب من هنا واقول له لود فاميلي، خلينا نشوف اذا كان في فاميلي جاهزه كده ولا لا. استراكشر فريمينج كونكريت. طيب بص، دي الاشكال اللي موجوده، اعتقد ده الشكل ده هو ده اللي حضرتك بتدور عليه، البانجوست. تمام، ده اللي فوق غير اللي تحت، ده معمول بشكل اخر اللي هو بالنوع دوت، اللي هو البانجوست ويز ليد جيست. تمام، ده مفيد في نقطه، ده مفيد في نقطه اللي هو ايه، شايف حضرتك الجزء دوت، احنا رسمنا هنا كاميرا ورسمنا بعد كده فلور، كنا ممكن نختار دوت بحيث تبقى الكاميرا مع الفلور الاثنين مع بعض. بدل ما تعملي دي لوحدها ودي لوحدها، بتعملها بالراحه. طيب خلينا نقول له بيم ونحملهم. محمد طيب، لما اقول له بقى البنجوس ده هيبقى ميزته ايه؟ بيديني السلوب سيكنس والبي قد ايه والاتش قد ايه. تمام، طيب خلينا نشوف، خلينا نرسمها وناخدها في سيكشن. هيبقى بالشكل دوت، فانا اقدر ادخل اعدل الرقم ده او اعدل الرقم ده، وده ينفع اشتغل معاه في كل الاعمده والكاميرات والحاجات دي كلها. تمام، ممكن ادخل هنا واقول له ايه، انا عايز اعدل الرقم اللي فوق او اعدل الرقم اللي تحت. تمام، السلوب ثيكنس ممكن اخليها مثلا 150 مثلا. تمام، ده الثيكنس بتاعها. طيب الجزء اللي فوق ال 100 150 مثلا. طيب و355 نخليها 200، فتتغير بشكل دوت. نعم، طيب خلينا طيب خلينا نعمل الكاميرا دي نعملها مع نفسنا. تمام، يعني ايه نعملها مع نفسنا؟ يعني عايز ارسم الكاميرا اللي هي معموله ديت. طيب ممكن نرسمها هيت، اقول له كومبوننت واقول له موديل امبريس، وممكن نرسمها فاميلي، خلينا اقول له ستراكشر فريمنج، يعني ستراكشر فريمنج بحيث تتفق وتشتغل معاك. طيب الاستراكشر فريمنج عشان ارسم الشكل اللي انا عايزه لازم اكون برسم على عمودي على الحاجه مثلا، ما ينفعش ارسمها في الجريد، يعني هقول له اكستروشن ما ينفعش ان انا ارسمها في على الجراوند، لازم اخد حاجه ارسم عليها، اقول له اكستروشن واقول له ست. ممكن ارسمها على اي جريد من الجريدات، يعني انا عندي هنا جريد رقم 4، ارسمها على الجريد رقم 4 ماشي، او على 5 مثلا، على الجريد رقم 5 ماشي، يبقى انا كده هرسم على الجريد واقول له ايه اوكي. طيب بيقول لي عايز ترسم من اي ناحيه، هقول له مثلا من الاست، هيبدأ يفتح لي، يبقى انا كده برسم على الجريد رقم 5. طيب ممكن اجي هنا مثلا، هنا واقول له ان انا عايز ارسم بالشكل دوت اهو. طيب عايز ارسم بقى بمقاسات، ممكن اقول له بقى ايه الغي دوت، خلينا نرسم بمقاسات مظبوطه اهو، من هنا لهنا 800 مثلا، وقول مثلا هنزل هنا عايز زاويه مثلا بايه مثلا، ممكن اجي هنا واقول له دي ايه ام ام ميرور اهو ميرور يصل ميرور تاني، اخد ده مثلا من النص اهو. كده رسم لي الكاميرا بالشكل دوت، اقول له اوكي. طيب لحد فين بقى؟ ابدا اختار مثلا 3 متر. تعالى نشوف في 3D، نلغي العلامة بتاعة السكشن بوكس عشان يظهر معايا كامل. تظهر معايا الكاميرا فين؟ اهي دي الكاميرا اللي احنا لسه عاملينها. ينفع نكررها؟
ما هي ما احنا ممكن نعمل ايه، ناخدها كده كوبي ونتاكد بس احنا ماشيين على انهي حاجه، واقول له ان انا عايز اعملها اسمها ايه اري 10 مثلا، واقول له اول واحده واخر واحده، يبدا ياخد المشكله ده. طيب خلينا نبص كده على حاجه سريعه كده. عندي هنا في الفيو في حاجه اسمها سكادول، احنا خدنا السكادول وخدنا تقريبا كلهم ما عدا الجرافيك كولوم سكادول. ده عباره عن ايه؟ مجرد بتدوس عليه بيبدا يجيب لك كل الاعمده اللي موجوده في المشروع بالشكل دوت. يقول لك ان العمود دوت موجود من اول الفاونديشن لحد البنت هاوس. تمام؟ عندنا غلطه هنا في العمود دوت؟ لا مش غلطه، هي في عشان بس في الفلور قطع فيه. تمام؟ بس هي مش غلطه. تمام؟ طيب دي كل الاعمده اللي موجوده، وفي عمود هنا بره موجود من قلب الجراوند لحد البنت هاوس. فده جدول بالاعمده اللي موجوده في المشروع. منين؟ من فيو سكادول جرافيكس كولوم سكادول. لا لا مش حصر، هو بيجيب لك شكل كل الأعمدة اللي موجودة في المشروع وارتفاعها من كام لكام. نعم؟ العدد؟ لا العدد احنا لو عايزين نعمل سكادول بالأعمدة هنعملها. يعني لو عايز عدد هو كاتب هنا ايه؟ ده هنا في الجريد، كلهم لوكيشن في الجريد فين؟ وهنا الارتفاعات. العدد لو احنا عايزين العدد هقول له أنا عايز أعمل سكادول، سكادول واقول له ستراكشر كولوم، ستراكشر كولوم اهوت اهو، واقول له بقى انا عايز الكاونت، واقول له ان انا عايز مثلا الاسم بتاعها، التوب ليفل والتوب اوف سيت وكل الكلام دوت. فين بقى العدد؟ الاسم فاميلي اند تايب، خليها هي اول واحده اهو. وبعد كده فلتر لو عايز تشيل حاجه، سورتنج اند جروبنج، ممكن تشيل علامه اتمايز، واقول له رتبهم لي بالفاميلي اند تايب. اوكي هيجيبهم لهم. عندنا تقريبا ثلاث انواع من الاعمده عملناهم، والعددهم اهوت، والتوب ليفل بتاعهم، والتوب اوفست، والفوليوم، وكل المعلومات دي. طيب لاحظ هنا التوب هنا مش كاتب لي رقم، ليه؟ لان هو الفوليوم مختلف في كذا واحده، فعشان اخليه يجمعهم ادوس هنا واقول له فورماتنج، واقول له الفوليوم، واقول له كالكوليشن توتال. طيب وعايز يظهر لي برضه الارقام كلها، هقول له جراوند توتال. فيبدا يجمع لي الفوليوم بتاع كل العناصر اللي موجوده في المشروع، ويقول لي عدد الاعمده كام؟ طلعوا 19. تمام؟ ده بالنسبه لان انا اعمل حصر للاعمده او للكاميرات او الحاجات دي كلها. المفروض الجدول ده بيبقى موجود في التمبليت، يعني افتح الاقيه جاهز، ما اقعدش اعمل ابديت في جوه كل مره. تمام؟ طيب. نرجع بقى للمشروع، في حاجات مش موجوده في المشروع بس موجوده في قلب البرنامج، تعال نشوفها. في هنا مثلا بيقول لي ايه؟ انت ممكن تعمل تراس. استراكشر تراس. في اشكال جاهزه موجوده هنا وممكن تحمل في قلب المشروع في حاجات كتير قوي. مجرد بتبدا ترسمها التراس، وتعالى نشوف في 3 دي. تعالى نشوف في 3 دي اهيت. ده اللي موجود اهوت. طيب في اشكال كتيره جاهزه ممكن نختار منها موجودين مع البرنامج. فممكن اقول له ايديت بروفايل وابدا اعدل بقى، اقول له مثلا لا طلع لي دي فوق شويه. لا نزل لي دي، ابدا ارسم انت زي ما انت عايز. يعني ممكن ترسم انت تلغي اي خطوط وترسم اي خطوط زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله خالص. ممكن تكبرها زي ما انت عايز، تصغرها. تمام؟ تقدر ترسم زي ما انت عايز اي حاجه انت عايزها. تمام؟ طيب تعال نشوف اذا كان في اشكال ثانيه موجوده مع البرنامج. ممكن نقول له تراس. عايزين تسليح؟
لا 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 في تسليح في البرنامج تمام. اعتقد ده هيبقى في الفيلل معقول، احنا لما يكون مشروع ضخم جدا ما بنعملش فيه تسليح، بس في الفيلل ممكن نعمل التسليح بتاع كل ان شاء الله. لا لا هنتكلم في التسليح بالتفصيل، بس هو التسليح ممكن نعمله في الريفت تمام. انا غالبا بنعمله طيب، يعني عندي كذا عمود في المشروع فبعمله مثلا نوعين ثلاثه، بس في الفيلا مش مشكله ممكن نعمل كله تمام. حاضر. طيب تعال نشوف اذا كان في انواع ثانيه. بقول له استراكشر تراس، استراكشر اهو، في اشكال كثيره جدا هي موجوده في قلب التمبليت اللي موجوده في قلب المكتبه اللي جايه مع البرنامج، فتقدر تختار اي حاجه فيهم وبعد ما ترسمه ممكن تدخل تعدل فيه لو في اي تعديل انت عايزه. بيطلع بالشكل دوت، فانت ممكن بعد كده تيجي وتبدا تعدل في الاختصاص بتاعته، في الارتفاع بتاعه، في اللوكيشن بتاعه وهكذا. طيب برضه في الاستراكشر عندي براس. وكلامنا على البيم سيستم، لو انا عندي لو انا عندي كذا بيم وبدل ما احطهم مره واحده اخليه هو يرسمهم كلهم مره واحده تمام. طيب وعندي الايزوليت بتاع العمود اتكلمنا عنه، الايزوليت بتاع الوول، في هنا السلاب لو انا عندي عمود انشائي ممكن اضيف له مثلا سلاب ايدج بالشكل دوت، فيبدا ديفولت بالشكل دوت. فلو انا جيت خدت سيكشن في قلب الشكل ده عشان نشوفه، تمام هتلاقي ان هو بدا يرسم لي بالشكل ده. طيب خلينا مثلا نبدا نرسم، نشوف عمود مثلا، ناخد عمود كده على جنب او يختار عمود كده من اللي احنا رسمناه ده مثلا تمام، وعايز ابدا احط له مثلا الريبار التسليح بتاعه. بيقول لي الريبار شيب ديفينيشن ويل انكلود هوكس اند ويل اجنور ان تريتمنت. طيب جاب لي التسليح اهوت، فانا ممكن اختار مثلا اول واحد اهوت تمام. هو بقى بيبدا يسالني انت عايز تعمل تسليح ازاي؟ كارنت ورك بلان بالشكل دوت؟ لا ده انا عايزها مش كارنت، ده انا عايزها عمود عليه صح؟ نعم؟ فممكن اديها له مثلا سنجل بالشكل دوت. معايا؟ الناس بتوع المره انا احنا معايا بس ايوه احنا هنعمله دلوقتي، يعني هنعمل دي ونعمل دي، بس خليك واحد معاك ده. هو مديني كذا اختيار لسه هنشوفهم مع بعض دلوقتي تمام. يعني اهو العمود اهو عايز ابدا اعمل له تسليح، فاقول له ريبار، فبيبدا يجيب لي بقى الحاجات، ممكن نلاقي حاجات اشكال كتير هنا. طيب هقول له باراليل تو كفر اهو تمام. طيب ممكن ابدا احطهم واحده واحده وده ما يصحش بيه سنجل، او اقول له فيكسد نمبر، يعني هديك رقم معين وتلتزم بيه، ثلاثه مثلا اهوت، فمثلا اقول له ثلاثه ماشي. فعملنا التسليح من الناحيه دي. ممكن اقول لا ده انا عايز عمودي على الكفر، تمام. حاسب الكفر؟ احنا لسه هنعمل كفر. هو لا لسه هديله ان الخصائص بتاعته. هو حاسب رقم يعني ديفولت، بس انا ممكن اعدل فيه. في كذا طريقه، احنا لسه مش هو الطريقه، في كذا طريقه. ممكن نيجي هنا
دي الاشكال اللي موجوده، ممكن نقول له احنا عايزين الشكل دوت ونبدا نختار. ممكن اقول له ده انا عايزها ماكسيمم سبيس، تمام. طيب كرنت ورك بلان اهيت، طيب نير كفر، طيب. وكمان ممكن نعملها في السكشن، ممكن ناخد سكشن مثلا في العمود دوت، نبقى مركزين عليه اكتر. طيب ممكن نقول له فاهم ده اللي هو الريبار، وده الدايمنشن بتاعه والحساب بتاعته اهوت. ممكن نقول له بقى احنا عايزين نعمل الريبار، ممكن نقول له الكفر اهوت، تمام. طيب خلينا نقول له ريبار ونبدا نشوف بقى ايه. انت عايز تحط مثلا اي شكل من الاشكال ديت؟ ممكن تحطيها بالشكل ده؟ اكيد لا، بارل كفر. في هنا الاريا ستراكشر اريا رينفورسمنت، وفي الكفر الستراكشر از باوندري ال الاريا لتصليح اعتقد الفلور. طيب يبقى احنا الكفر عيط ايدي تريبر كفر. هنا من الكفر عيط، ممكن تعمل سيلكت عليها بيك اليمنت بيك فيس دوت. ممكن بقى تختار المسافه قد ايه، 40 50 13 زي ما انت عايز. ده السلاب وول والحاجات ديت، ممكن تعملها دبل فيت او تعمل منها حاجه ثانيه مسافات اخرى. يعني الكفر ممكن اجي هنا واختار الكفر هيبقى قد ايه، مثلا خليها 75 مثلا وهكذا. بص لما خليتها 75 كلهم صغروا. طب لو قلت له مثلا كفر واخترتها واخترت بدل 75، لا خليتها بقى ايه 13 مثلا، تلاقيها كبرت معاك، تمام. طيب ريبار، انا شكل من الاشكال دول بينفع هنا. ممكن ديت ديت مثلا، اهي اخترت دي مثلا وابدا احطها بالشكل دوت. بيقول لك هي اتحطت بس محطوطه في، طيب خلينا اقول له بدل سنجل خليها ايه ماكسيمم سبيس، فيبدا يحطها بالشكل دوت. طيب خلينا نشوفها في السكشن، اهي حط الكنب بالشكل دوت. تمام. طيب خلينا نحط الكنب. سكتش انت اللي بترسم بقى اللي انت عايزه يعني. طيب ممكن نبدا نرسم الرسمه بشكل دوت. ونقول له اوكي، بيقول لي كان
لا هي ممكن تيجي اوتوماتيك. بارل اي بارل، اختاري بارل تو ورك بلين. اي حطها بشكل ده. انا واحد ديت. طيب ماشي. اي طيب يبقى انا هدوس ديليت هنا واقول له ان انا عايز ريبار، واختار بقى اللي هي الشكل دوت. ايوه واختار بقى من هنا بارل تو ورك بلان كارنت ورك بلان، واحطها بالشكل دوت. فيبدا يعملها لي بالشكل دوت، ويبدا يزاح لي الريبار بحيث ان هو يبقى داخل جوه الشكل بتاعي بالشكل دوت. تمام. وبرده عندي امكانيه ان انا ايه اعدل فيها لو انا عايز بالقدر المسموح بيه طبعا، يعني ما ينفعش اخرج لبره بس ينفع ايه ادخل لجوه. تمام. ومن هنا ممكن اقول له لا ده انا عايزها مثلا اكتر من واحده. تمام. فتدي له رقم معين، او اقول له مثلا فيكسد نمبر وادي له رقم معين. طبعا مش 98 يعني، ممكن 5. هو ده بالنسبه للنكس ولا بالنسبه ايه؟ ده للنكس تمام ولا للسيرفس؟ العدد؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا 30 ما هو بيقول فيكسد نمبر يعني كم واحده؟ كم واحده فيهم كلهم في العمود كله؟ كم واحده في العمود كله المفروض؟ ممكن نقول له كل 20 سم، ممكن نقول له مثلا فيكسد ماكسيمم سبيس وندي له مثلا كم مليمتر؟ 200 مثلا. انت بقى هتعملي ممكن تعملي واحده ثانيه. مش مشكله خالص. طيب في مشكله ساعات بتحصل ان بعد ما اعمل كده ملاش ظهرت في فيو ثاني، فبالذات في الريبار بلاقي حاجه اسمها فيو في فيزيبيليتي ستيتس. ليه؟ لان هو بيتقل الموديل، فلازم اجي هنا اديت تمام وابدا اشوف انا عايز اظهره فين. يعني لاحظ ان اغلب الحاجات مش ظاهر، فانا ايه لو انا لقيته في الفيو بتاعي مش ظاهر ببدا اعلم، يعني هو غالبا ما بيظهرش في 3 دي. ممكن اعلم عليهم كلهم او اختار الفيو اللي انا عايز ازوره فيه، لان غالبا انا مش بحتاج التسليح ده غير في بعض الفيوهات بس، يعني مش كله. تمام. وبعد كده هشيل العلامه ديت وابدا اشوف بقى ان العمود اللي كان فيه التسليح انا مش عارف، انا اخترته عشوائي. طيب خلينا نخش الفيرست اهو اهوت. طيب وروري بقى في 3 دي سيلكت بريفيس العمود دوت، او التسليح بتاعه هو ظهر اهو. تمام. طيب ظهر الجزء ده بس مش ظهر الحاجات اللي هي عمودي، فانا لازم ارجع بقى للعمودي، ارجع للفيرست واقول له انا عايز برضو اعمل سيلكت على الحاجات اللي هي العمودي اهي، واقول له زرهم لي 3 دي. تمام. ارجع بقى لل 3 دي عليهم ظهروا معايا بشكل دوت. ده كده ظهر معايا شكل حي خالص. طيب طبقته؟ طب ما طبقته. انا بقول ما فيش حد عنده مشكله ازاي يعني. الناس برضو ايه؟ يعني دلوقتي قاعد طبعا على طول عشان خاطر يسافر صح؟ ايوه. كمان بيساعد ان هو بيجيبه منين؟ ايوه.
الناس طبعا عندك الاثنين سكيب ونفس ورك نفس ورك هنكون 16 طيب احنا كده بقى في بس طبعا الناس كلها ايوه حاضر